أبو أسد شاب من أهالي محافظة واسط. أبو أسد جنزيكي بارزغي واسطة زيادة لدوازة صالة قرق لمالكي خوي دار رادة قريتو بخيو يندكات أم جنزي قرق كان فير دكاتو راهنان يم بيدكات بيوه بخيو كردني قرق روشتي باشا يعنيو سوديكي زوري هي يعتبرها من سلالة الملوك إذ تتميز بعدد من الصفات ولها فوائد كثيرة. في هسه العدد عندي الأمهات خمسة والجراء يعني تقريبا كان استجماري أو جرجا داي كان لا من ماون بينج دانن بيت وكان نزكي بستحف دانبون استاسي دانن لا من ماون جرج كمال كتابت مندي هي دتوانن جنوك ببينن هروها أجلي باك نو لقال جرج نزكي خوي جود نابت لقال أوجد على رؤي دار دانوا أجلي كرخراو وجورا كان راودا كانوا بتشك كان دهون هموان بقسي جورا كيان دكان زربي جار منشان بيددم هندك جار خلق بوم دهنو هندك جاريش خوم ده كرم يصيد لهم ويصطاد لهم الحيوانات ويوكلهم لحد ما يموتون فيداريهم هذه المواصفات الحلوة البيه هواية لا تخلو من المخاطر او خوش بستني ابو اساد بو قرقا كان خاليني لما ترسي سنك قرقا كان هندك تايبت مندي ما ترسي داريان هيا بلان ام قنزا عاشقي ام كاريو بيواء قرق سرنز راكيشن هل سكوتي لقل قرقاكان كردوه بجياني بشك لخيزانكي؟ جزءا من حياته وأسرته ترك كل أعماله واتجه إلمن إلى تربية الذئاب هسه وداء من يشوفه من همك يجيب لحم يجيب لن حليب أبو أسد وازي لهم كاريكينا وزوري نيكاتكاني لقل قرقاكان بسر دباتو خواردنيان بيدا دات قرقي عراقي چند طيبات من ديكي هيا كلواني ديكا جيه دكاتوا لوانش بجستا قولترو تنانت بهستريشن عن الذئب في سوريا في كل الأقطار العربية سبحان الله ويمتلك هذا الشاب شجاعة وجرأة ام قنزا خوان ازايتيكي زور لما ملكردن لقل قرقاكان تساوي لويا باقتی که جوری تایبت به بخیو کردن و راهنم با گرگ کم بکاتوا تا وکو خلق لپارزگای واسطو پارزگاکانی دیکش رو بین با سیر کردنی لقناتی کردستان 24 یونس مهدی محافظت واسط